اتمنى الفريق الوطني ان يضيفنا النجمه الثالثه ويكون عنده حسن التطلع، وخاصه ان الجمهور الجزائري كله معلق الامل على اشبال بالماضي، وان شاء الله الكان هذه تكون كما يقول لك فالخير على المنتخب الوطني ان شاء الله، ونعود بالتتويج من الكوت ديفوار، ولما لا نعيد مع منا في مصر. سي نورمال كيما نقولوا صح، يعني احنا عندنا النكسه تاع لاكان اللي فاتت هذيك، روحنا من لي بريميتور، مي كانوا كاينين عوام اللي خلونا نروحوا من الدور الاول كيما نقولوا عامل ارضيه عامل اخر، والمدرب راهو بدون شك على باله لها ما نجحش في الكاميرون، وقبلها نجح في 2019 راهو خذ النقاط هذه بعين الاعتبار، وانا نظن يعني كيما نقولوا الناس بزاف ماهيش مرشحه للجزائر، مي انا نظن راح تكون الحصان الاسود في اللاكان هذه، وكما نقولوا على اقل تقدير ان نرشحهم حتى النصف النهائي، وكما نقولوا عاطفيا ان شاء الله يديوها. ان شاء الله تكون هذه الكاس الافريقيه تشرف الفريق الوطني، يكون ان شاء الله في يومه، وان شاء الله يصنع الافراح للشعب الجزائري. بصفتنا كمدربين واولا مدربين وثانيا انصار، ندعم الطاقم الفني للمنتخب الوطني وعلى راسهم بالماضي وعلى وكذلك اللاعبين، وان شاء الله تكون هذه التحضير الفريق الوطني كان في احسن ظروف، خاصه في امام المقابله الوديه امام بوراندي وامام كذلك الفريق الطوغولي، وحقق الفريق الوطني الجزائري انتصارات لا كانت لها مفعول، خاصه من الناحيه النفسيه ومن الناحيه الذهنيه، وهذه النتائج تعطي اولا جرعه اكسجين من الناحيه النفسيه والذهنيه للمنتخب الوطني والطاقم الفني للولوج وتحقيق النتائج المرجوه من طرف الانصار وخاصه الشعب الجزائري. كان الفريق مطاعم، كان في لاعبين شابين جو الفريق الوطني، نظن عمور يكون الحصان الاسود، كان لاعب شعيب، لما لا عوده بنجاح فني راه في احسن الرواق، الهدف تاع المنتخب الوطني لكل الاوقات سليماني، وممكن يكون لاعب من الدفاع ولا لاعب من الوسط من اللاعبين يجدد قد يظهر ويبرز ويعطي انطباع جيد. المنتخب الجزائري نظن استفاد يعني من الاخطاء السابقه اللي عملها في مونديال في كان الكاميرون، لما راح بثوب البطل كان هو الحائز على كاس افريقيا في مصر، شفناه راح كيما نقولوا بسهوله للعرس الافريقي، وين خذينا صفعه وين خرجنا من الدور الاول. حاليا نظن تعلمنا من الاخطاء تاعنا، رحنا بهدوء، عمل المنتخب ستاج في الطوغو، تخلت مباراتين وديتين فاز فيهم، والشيء الاهم انه لم يتقبل اهداف، وهذا هو الشيء المميز في القاره الافريقيه، لازم تقبلش اهداف لانه كل الفرق مستوى تاعهم متقارب، يعني نتمنى حظ اوفر يعني المنتخب تاعنا. بمناسبه الكان كوت ديفوار حبينا نقدموا كلمه تشجيعيه للمنتخب الوطني، ان شاء الله يا رب يعودوا لنا بالكاز وتاج القاري ان شاء الله، ولعل نقول الجمعه الثالثه. التحضيرات تاع الكان كانت مليحه، كل الامكانيات كانت متوفره من طرف الاتحاديه الجزائريه على راسهم وليد صادي، نحييوه بالمناسبه هذه، وان شاء الله يعودوا لنا بالتاج الافريقي ويفرحوا الشعب الجزائري كما فرحونا في 2019 ان شاء الله. وباش نمحيو الذكرى السيئه هذيك تاع خروج من الدور الاول في كان الكاميرون والاقصاء المر من كاس العالم قطر 2022، ونقول لهم الشعب الجزائري كامل معاكم، وجمال بالماضي الشعب الجزائري كامل راهو معاك وسماك وزير السعاده، ان شاء الله تسعدنا.